استاذ احمد الجناح فعيل الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اود في مثل هذا التقرير ان اعبر عن اعمق الشكر والامتنان لكل من ساهم في اكمال هذه الروح التي تمثل نتاج جهد مشترك ودعم لا يقدر بثمن. اعرف بالشكر والاشاده استاذي المشرف الدكتور ادريس الدوله الذي كان مؤلفه اكاديميه طالبه وتوجيهاته الرشيده بمثابه العمود الفقري لنجاح هذا العمل البحثي. كما لا يكون ان اعبر عن ضاله الامتنان للاستاذ الدكتور ادريس عباد عميد كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه لمصر الذي اثرى هذا البحث بتوجيهاته الحكيمه ونصائحه القيمه من اسهم في رفع مستوى هذه الطروحه وجعلها تتسم بالعمق والثقه العلميه. ولا يسعني اذا ما اعبر عن خالص الشكر والامتنان للاستاذه الدكتوره مشار الموفق التي كانت ادارتها العلميه مظهر الى هذا العمل، كما اوجه جزيل الشكر للدكتور حفيظ يونسي على اشرافه الدقيق والمساهمه العميقه في مسار هذه المناقشه. ولا انسى تقديم الشكر للدكتور مختار فطري الذي كان دمه الصلب لمثابه الركن الذي استندت اليه خلال هذه الرحله الاكاديميه، والدكتور فاطمه تفتاح على مشاركته معنا التنقل. واخيرا اتوجه بخالص الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور رياض الرزاق الذي كان حضوره المدمر والمتميز واشرافه القيم دافعا قويا لاثراء هذه الطروحه واضفاء مزيد من العمق الاكاديمي عليه. اتوجه بخالص الشكر والامتنان للسيد وكيل الملك وكيل عام الملك الاستاذ اسامه بوش على حضوره الكريم ومساهمته القيمه في اثراء هذا الفضاء العلمي البحثي. طبعا انه من دواعي الفخر والاعتزاز ان اقدم هذا العمل البحثي الذي يمثل خلاصه جهود علميه مكثفه امتدت على مدى فتره طويله تحت عنوان دور التخطيط الاستراتيجي ودوره في تعزيز النموذج من الجديد النموذجي العام لاداره السجون واعداد ادماج النموذج. اليوم سيد الرئيس لا اقدم امامكم مجرد طلب من التعلم العلمي، بل اطرح رؤيه جديده لمستقبل اداره الموارد البشريه في المؤسسات الحكوميه، رؤية أؤمن بأنها تتجاوز كونها مجرد دراسة أكاديمية لتصبح دعوة جادة لتعتبر هذه فرصة علمية للمضي قدما في مشوار العلم. اسمحوا لي سيدي الرئيس في ختام هذه المناسبة أن أوجه خالص الشكر والتقدير لأم الغالية التي لدت بالكلمات لوصف دعوة حياتها. قتل. أمي أنت السند، أنت العون الدائم، دعوتنا بالصحة العافية والسعادة. وشكرا أهدي إلى روح والدي الغالي على الثناء والاعتراف الجميل. فقد غرس في نفسي منذ الصغر أن العمل الصالح هو أساس الحياة. أدعو الله له بالرحمة والمغفرة مستشهدا بقوله تعالى: وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. رحمك الله وأسكنك فسيح جناته وجعل ما علمتني إياه نورا لك في الآخرة كما كان نورا في حياتي. أود بكل الشكر بكل حب والامتنان أتوجه بخالص الشكر والإعفان لزوجتي العزيزة وأبنائي الأعزاء دعاء وعصام أخي المنقود محمد غالي الذين كانوا ركيزة أساسية ونعمل لا ينضب في كل خطوة في مسيرتي بفضل الله، ثم بصبرهم وتحياتهم وصلت إلى ما أنا عليه اليوم. شكري لهم يفوق كل تقدير، فحبهم ودعمهم كان الإقرار لي الطريق لكل لحظة. كما أتقدم بهذا الشكر لأخي العزيز وأبنائي وخالي وخالتي ولجميع أفراد أسرتي الكريمة على دعمهم الدائم لي، كان لوجودهم وتشجيعهم أثر كبير في مسيرتي وأدعو لهم بفضل كل ما وصلت إليه اليوم. شكرا لكم جميعا من القلب. أتوجه بخالص الشكر والتقدير لجامعة حسن الثاني بالدار البيضاء وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعنسبة عميدا أساتذة طلبة على دعمهم المستمر الذي كان له أثر كبير في تحقيق هذا الإنتاج. كما أخفض الشكر الأستاذ والموجه الأستاذ جمال الذي عانى على الطريق وشرفني بحضوره اليوم تأكيدا منه على أهمية توجيه وإزاء النصر حضوره اليوم في هذا الفضاء العلمي ويعرف أهمية الدعم الأكاديمي. كما أعبر عن شكري العميق لأصدقائي وزملائي موظفي وخطر المندوبية العامة ومدير المؤسسات السجنية رؤساء الأقسام وممثلي مدير المركزي وممثلي المندوب العام بحضورهم اليوم. شكرا لدعمكم وتشجيعكم الذي يحفزنا على السعي نحو التفوق والنجاح، جزاكم الله خيرا.
أسأل الله أن ينيم عليكم الصحة والسعادة في الدنيا والآخرة. كما أعبر عن شكر امتنان العميق لكل الأسد الأجلاء أصحاب البيضة السوداء، محامون، فنانين، قضاة، على دعم الحضور المشارع في هذا اليوم البهيج. وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لخدمة العلم والمعرفة، وأن تثمر هذا العمل بثماره المرجوة على المستوى الأكاديمي والمهني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ناقش الطالب الباحث محسن عفون روحه لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية تحت عنوان ضوء تحقيق استراتيجي للموارد البشرية في تعزيز النموذج التنموي الجديد، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة إدماج نموذج. يومه الخميس 17 أكتوبر 2024 على الساعة 11 صباحا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين سبع، أمام لجنة مناقشة تتكون من السيدة والسادة الأعضاء الآتية أسماءهم: الأستاذ إدريس عبادي رئيساً، الأستاذ إدريس أسوقة مشرفاً، الأستاذة بشرى بن الموفق عضوة، الفاطمة الفتاح أستاذ بكلية حقوق بعين الشق مقرراً وعضواً، الأستاذ إياز عبد الساق مقرراً وعضواً، الأستاذ المختار بربي عضواً. وبعد المداولة قررت اللجنة قبول الأطروحة ومنح الطالب الباحث لقب دكتور في القانون العام والعلوم السياسية بميزة مشرف جدا، مع توصية اللجنة بالطبع والنشر. أعجبك الفيديو؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات.